تلك الوطنية التي كانت الحديدية التونسية كنت أنا والزميل الوزيرة كنا زرنا المسافرين سواء الجزائريين والتونسيين. الابتسامة والبشاشة والفرح على وجوههم يكفي عن كل تعبير. إن شاء الله سوف نجعل من هذا القطار قطار دائم. لما نشوف استقطاب الناس على هذا الخط هذا إن شاء الله سوف نزيد من الرحلات، عدد الرحلات اليومية. بالنسبة لنا كما قلت وش هو الرمز لهذه، هو ما قلت ما تراه في وجوه الناس، وجوه المسافرين، يكفينا شرفا. اليوم الحقيقة نهار كبير، هو احنا البارح قمنا بالتدشين نتاع الخط وإعادة استغلال الخط بين تونس والجزائر اللي هو متوقف 30 سنة راه 30 سنة، ومعناتها والجزائريين والتوانسة يستنوا فيه. اليوم فرحة كبيرة، معناتها شفناهم حكينا مع المواطنين كل فرحانين، الجزائريين التوانسة فرحانين للخط عاود رجع، واحنا باش نعملوا من الجانب الجزائري والجانب التونسي باش نعملوا كل ما في وسعنا باش الخط هذا يقعد دايم، وباش نقعدوا ديما معناتها نطوروه ونحدثوه. توا باش نبداو 3 رحلات في الأسبوع، يوم الاثنين والأربعاء والجمعة معناتها الانطلاق من تونس، وان شاء الله الا كان نلقاو فيه جدوى كبيره ان شاء الله الرحلات العدد يكبر معناتها بالوقت. وهذه فرحه كبيره بالنسبه لتونس والجزائر، وهذا يزيد معناتها يظهر اواصر الاخوه بين الشعبين الشقيقين، وان شاء الله مزيد المشاريع مع بعضنا ومزيد التطوير في المشاريع من على في مجال النقل.